مرحبا بمتابعينا الكرام مباشره من مدينه صليب النور في حمله واسعه لجهه الامن الوطني على الدرجات الناريه. كما تشوفوا يعني مباشره، شوف لما تزربنا الحمله يلا سير تلقط لك فيك كما تشوفوا مباشره من مدينه صليب النور حمله واسعه لرجال الامن الوطني للدراجات كما كتشوفوا. هذا الديباناج الثاني هذا طلعت راني بحال كنتابع مع الدقيقه اللي كنتابع مع الديباناج كما كتشوفوا حمله واسعه لرجال الامن الوطني بخصوص الدراجات كما كتشوفوا رجال الامن الوطني صليب النور كيقوموا بحمله واسعه للدرجات الناريه. سلام انا سلام انا كيف تشوفوا برافو رجال الامن كما تشوفوها يعني حمله موسعه اللي تقوم برجال الامن الوطني في هذه اللحظات تسجيل عده مخالفات. سيرنا تشوف غادي الان غادي نرافقوهم سير 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 هشام كيف شويه صاحبي دائما مباشره في هذه الجوله ربطت رجال الامن الوطني تقوم بحمله واسعه شوفوا يعني كما تشوفوا اللي خرق حال الطوارئ الصحيه هشام طلع عندك فيك راه صح ماشي صح هضر مع الكوميسير هضر مع الكوميسير اخباركم شي لا اول هاد شويه هذا كما كتشوفوا دائما رفقة رجال الأمن الوطني يعني تسجيل عدة مخالفات حق المخالفين تكون مخالفين بحالة طوارئ الصحية برافو رجال الأمن الوطني اللي تيسجلوا عدة مخالفات بحق دائما كنواكب معكم هاد الحملات التأسيسية يعني تقريبا دابا جوج ديباناجات الشارجة. شكرا لكل المتعاونين كذلك رجال الأمن الوطني اللي تيقوم بمجهودات بحق المخالفين في حالة الطوارئ الصحية. خويا خويا صاحبي راه تنساقو صاحبي هذا
الشباب. المخالفات في حق المخالفين لذلك لحالة الطوارئ الصحية كما كتشوفوا دائما التاريخ اللي تيما صعب برزطين وصح كما كتشوفوا ما عادش حق كما كتشوفوا يعني حملة موسعة لرجال الأمن الوطني في هذا الأثناء اللي كتشوفوا لضرب المخالفين لحالة الطوارئ الصحية كما كتشوفوا تحية لرجال الأمن الوطني على المجهودات التي بذلوها من أجل تحرير المخالفات للمخالفين لحالة الطوارئ الصحية يعني أزيد من 20 دراجة نارية يعني كما تشوفوا يلا سير غادي نرافقهم لقسم المداومة يعني هذه حملة موسعة في مدينة سيدي بنوم حق أصحاب الدراجات خصوصا من نوع 96 و 650 و 600 مخالفات يعني لا خرق على الطوارئ الصحية ولا يعني دائما في إطار الحملة الموسعة التي يقوم بها رجال الأمن الوطني بمدينة سيدي بنور بتطبيق القانون على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية كذلك أصحاب السيارات بدون ترخيص يعني اللي ما عندهمش اوراق وداك الشيء راه سي احمد غادي نرافقهم لقسم المداومة يعني هذه حملة موسعة شاملة بمدينة سيدي بنور التي استحسن لها مجموع من الساكنة دائما تحية لرجال الأمن الوطني في هذه اللحظات اللي تقوم التدخلات ديالهم أزيد من 20 دراجة نارية اللي تم القبض عليها تحية لكل من سي شرف الدين العميد الإقليمي وكذلك سي صلاح العميد قسم قضائي كما كتشوفوا كانت حملة موسعة لأصحاب الدراجات كما كتشوفوا كما كتشوفوا يعني هذه الحملة الموسعة يجب كما تشوفوا
يعني دائما مباشرة من مدينة سيدي بنور حملة موسعة حوالي 30 دراجة كما كتشوفوا هذه من خلال الحملة الموسعة لتقوم بها رجال الامن الوطني بمدينه سيدي بنور للمخالفين للقانون وكذلك حظر التجول الليلي. كما كتشوف احنا قدام قسم مفوضية امن المقاطعة الاولى لسيدي بنور كما كتشوفوا يعني مجموعة من ازيد من 30 دراجة اللي تم الحجز ديالها وتوضع في المحجز حتى تصفية القانون والإجراءات اللازمة. دائما المتابعين الكرام على قناة شوف تي في مكتوبوا مجموعة من الدراجات النارية خصوصا من نوع 96 دائما متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا في عبر المباشر على قناة شوف تي في اللي كننقلكم من قلب مدينة سيدي بنور في هذه الحملة الواسعة اللي تقوم بها رجال الأمن الوطني كما كتشوفوا الآن الديباناج الثاني هذا ديباناج الثاني يعني يعني كما تشوفوا يعني جوج ديال الديباناجات كما تشوفوا تحت إشراف العميد عبد الله دائما في هذا البث المباشر المنطقة الإقليمية يعني عامرة بالمخالفين برافو جميع الأمن الوطني كتشموا معنا هذا دائما كما تشوفوا في هذا البث المباشر هذا كما كتشوفوا الديباناج الثاني ها هو توا يعني عامر ومازال الحملة مستمرة مازال الحملة مستمرة كما كتشوفوا مجموعة من الدراجات كما كتشوفوا يعني حركة غير عادية أمام مقر مفوضية الأمن المقاطعة الأولى كما كتشوفوا رجال الأمن الوطني برافو برافو على المجهود اللي كيقوم به اليوم في هذا كذلك مبلغ الحملة كتشوفوا أن بمدينة سيدي بنور حملة واسعة الواسعة التي يقوم بها رجال الأمن الوطني في هذه اللحظات
ازيد ازيد من 30 والاغلبيه اللي كتشوفوا على تصاب درجات انا من الباديه ماشي من سيدي بنور انا اللي كيجيو هنايا و المدينه مورا فطور كيجيو الاجواء يعني كما كتشوفوا يعني الجميع مجندين رجال الامن الوطني في حمله واسعه عبد الله دائما متابعين الكرام كذلك تشمت الدرجات العادية هلا 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 دائما الحملة الوطن الحملة مدينة سيدي بنور لأصحاب الدراجات مباشرة من مدينة سيدي بنور الأمن الوطني اللي كيقوم الآن بحملة تمشيطية لتحديد الهوية كذلك لخلف لضبط المخالفات والمخالفين ضد المخالفين كما تشوفوا يعني ازيد من كذلك الدرجات العاديه كما كتشوفوا في البيكالات يعني جميع المخالفين على الدرجات العاديه ولا النارية كما كتشوفوا يعني حملة واسعة واسعة يعني كتشم جميع مناطق مدينة سيدي بنور يعني هنا الجميع يشيد بالعمل الذي يقوم به رجال الامن الوطني من خلال ضبط المخالفين حالة الطوارئ وكذلك عدم توفرهم على الاوراق القانونيه يعني هذه بادره استحسنت لها الساكنه ديال سيدي بنور يعني بكل صراحه استحسنت لها الساكنه والراي العام اللي تفاعلوا معها كتشوفوا يعني دائما في هذا البث المباشر كما كتشوفوا مباشرة من سيدي بنور يعني جوج ديال الديبالانجات لحد الان اللي يلقوا عليهم القبض لعدد من المخالفين لحاله الطوارئ الصحيه وكذلك لقانون السير يعني شو هشام هشام ماشي بالضبط
الدار وقلت شوف دير طاكسي. كما كتشوفوا ان دوريات ديال الامن الوطني دوريات شوفوا الحضور كذلك العميد صلاح. هذه العمليه اللي كيشرف عليها كذلك سي صلاح العميد حمر. كما كتشوفوا حضور كذلك سي صلاح العميد الاقليمي وكذلك العميد القسم الدائره الاولى صاب الله عميد المركزي ونائب رئيس المنطقه الاقليميه سي شرف الدين. شوفوا مجموعة من الدراجات النارية والعادية كي تشوفوها. العميد المركزي سي صلاح هو كذلك نائب رئيس المنطقة الإقليمية وكذلك عبد الله. كما كتشوفوا كذلك بقيادة العميد الدائرة الأولى وأغلب الدراجات يعني من البادية ماشي من سيدي بن نور، أغلبية ديالهم من البادية اللي خارقين حالة الطوارئ الصحية. كما كتشوفوا حضور كذلك سيف شعيب الضابط كذلك رجال الأمن الوطني كذلك نائب طلعوا من طريقه طلعوا دائما برافو رجال الامن الوطني اللي تيقوموا بحمله موسعه كما كتشوفوا يعني مجموعه من رجال الامن الوطني حاضرين كثافة. دائما مازال هناك دائما في هذا الوقت المباشر ننتظر الحاملة الثالثة. كما كتشوفوا
ازيد من 30 دراجه، ازيد من 30 دراجه ناريه اللي تم الحجز ديالها، كلهم مخالفين للقانون. وكذلك ومباشرة من مدينة سيدي بنور تنتهي الحملة. التي يقوم بها رجال الأمن الوطني ضد المخالفين. كذلك تشمل هذه الحملة كذلك أصحاب الدراجات. ننتظر الديباناج الثالث اللي وصل هو، يعني نشوفوا هذا شحال فيه جا هو. يعني ما ثلاثة ديال الدراجات، يعني بصراحة اللي دائما مباشرة. متابعينا الكرام من مدينة سيدي بنور، شكرا لأخ زكريا وكذلك محمود جيد، تحية لهم اللي في الحقيقة تم تبذل مجهودات جبارة من أجل توصيل المعلومة، اللي برافو عليهم نشكرهم. الأخويا أنا ما كنت شفاف حتى شي واحد، هذا الواقع تنقلوا، واش نتشفى فيهم أخويا؟ حاشا لله أن نتشفاو في شي واحد. كما كتتابعوا معنا دائما هناك في هذا البث المباشر أمام المقاطعة الأمنية عبر هذا المحجز. مجموعة من الدراجات، مرحبا كما تشوفوا. كما تسمعنا اخي هذه ماشي شوها، هذا واقع تنقلوه، يعني راه خرق حال الطوارئ الصحية وكذلك بزاف ديال الحوايج اللي كيقوموا بها، واغلب هادو راه يعني من البادية. كما كتشوفوا يعني مجموعة من الدراجات. ثلاثة الشاحنات دابا اللي جاو
كما كتشوفوا يعني كتشوفوا دائما حنا امام كيتم تحرير مخالفات دائما المتابعين ديالنا في هذا البث المباشر دائما متابعينا الكرام عبر قناة شو تي في نقلنا لكم بالصوت والصورة من أمام في الحملة اللي تقوم بها الأمن الوطني وكذلك من أمام مقر الدائرة الأمنية الأولى هذه الحملة اللي كيشنوها رجال الأمن الوطني بحضور العميد المركزي صلاح وكذلك النائب الرئيس المنطقة الأمنية السي شرف الدين السي صلاح وكذلك مجموعة من الضباط ورجال الأمن التي قاموا بحملات دائما المتابعين الكرام تابعتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سيدي بنور في هذه الحملة الموسعة لرجال الأمن الوطني اللي كتشوفوا من هنا لم يبقى لي سوى أن نستودعكم الله وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.